عسلامة ومرحبا بيكم. عسلامة عليكم. الحمد لله. عرفوا لي روايحكم. أنا محمد العبيدي سيدي حسين السيجومي. مرحبا. سيرين العبيدي سيدي حسين السيجومي. خويتة. خويتة. إيش العلاقة بين الأخوات؟ فاروق التوس. فاروق التوس. إيه مش ديما ديما، أنا فيها مساواة. الأخوات ديما تلقاهم يتعاركوا على أقل حاجة، أم يضربوا بعضهم أو ما يتفهموش على الحاجة هذيك. كبرتوا ما عاد معادش كبر ديما في عقولتنا هكا صغار ديما هكا هكا الشلبوقه هذيك هكا الضربه هذيك اللي نبدا نطيب هكا ضربه فجعه هذيك موجوده. ما عملنا فما خويت حتى مهما يبداو كبار وكل شيء كتفدليك هكا الضحكه بيناتهم خاطر باغ اكزومبل ساعات تلقى خويت تلقاهم جمله صباح الخير صباح الخير قدر ماني القدر على الاخر. ليه احنا كل شيء مع بعضنا اي حاجه قدر انتم ليه مش مهم قدر بيناتنا او مش شكل لدرجه انه ندخل على السلامه خويا. ساعات في تلقى فما خويت حتى ما تبوسش خوها هكا قدام العبيد. انا ليه نبوس خويا نحملوا مع بعضنا نلعبوا مع بعضنا فدلكوا مع بعضنا كل شيء مع بعضنا اي حكايه حاجه ما خبيوا على بعضنا شيء كل شيء انا هو وهو انا. ملي علاش نوت تتعارك تعاكسني ساعات ساعات تقول لي هذيك لا لا تقولي لا يا بنتي لا هي لا وهي تعرف هي لا 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 لازم تطبقين في مخها ديما مش عوج عوج ولا كيدش معايا البلاص تبقى تدور لك على 60 بوتيك باش ما تعرفش تدخل بوتيك برك وبدي يا اخي نروح نبقى نسي وسع البال. هما الرجال ما عندهم مش وسع البال يحلوا يحبوا ديريكت البوتيك هذا اي خذي هاي برا يروح ما يحبوش هكا. نحنا نسي نحبوا نشوفوا الحاجه هذيك الحاجه يهزوا معاك وتندم ساعات تقول يا ليتني اللي هزيته معايا. ما ساعات كي تحسيه هو مش يخلص نقولوا برا بركه كي جيت فكا فكا شويه العيات وهو خلص نستحملوه. شنو فلوسك الكل هزتهم؟ ايش باش نعمل لها اختي بالطبيعه؟ الحق يبدا عنده ما يخلينيش، ما عندوش مش فما خويت ساعات تلقامك اللي تحب خوها كان كي يشري لها ولا تخرج معاه كان كي يشري لها، انا الحق يبدا عنده ما يخلينيش، يبدا خذ هذي خذ هذي شد عندك مصروف خو مصروفك خو فلوس خذ سيرين هذي، وانا كي نبدا نحبك الحاجه ونعرف خويا عنده كيكا ما نرحمش ناخذ، نعرفه مسكين مثلا عنده كان مصروف نقول له ليه؟ يعني تراعي ظروف راعي ظروف حتى نبدا حاجتي بك الحاجه هذيك ونعرف مثلا تحته 50000 وما عندوش هو تحته 50000 ويبقى هكيك ويقول لك خذي هاو عندي امانك كي نعرف هكيك نقول له ليه عندي وما نحبهاش ومخيبها وري تبدا الحاجه هذيك راهي مش الموت عليه الحق الراعي وظروف بعضنا امي متونس يبدا عندي ما خليش خويا انا الحق قليل ديما تهز في الفلوس وما تعطيش فلوس لا انا الحق يعرفني ساعات نقول له حاجتك بحاجه يبدا عندي يقول لي نعطيك انا ما حالي ديما مفلسه يعلم بيا ربي انا يعلم بيا ربي مفلسه عندها نص مليون تحت نص مليون مفلسه عندها 500 درهم تحت 500 ما شنو هي 500 ولا شيء شنو هي تسوى والله يبداش عندك حتى 30 انا يبداش عندي 30 دينار نقول لها اي حاجه فما ساعات يبداش ما عندكش حتى حاجه ب 5000 ما تلقاش باش تاخذها قول له ها فما حاجه قدامك خو ساعات يقول لا ما ناخذش وساعات الحق ولا ساعات نقول نمشي ناخذ له الحاجه هكا نخبيها ونجيبها له ما يحبش يبدا عندي فلوس ما يحبش يقول لي لا خلي انت طفله خلي فلوسك عندك خلي قليل هكا وين ياخذ من عندي الحق. عندكم خويت اخرين ولا كان انتم؟ عندنا خويت اخرين اصغر منكم؟ لا اكبر منا اكبر منا عندنا خويت اخرين من بابا خويت من البو اما اقرب خوك هذا ولا؟ حق تعربي خويا هذا اللي متربي انا وياه ولعبت انا وياه وتقاسمنا الحلو والمر مع بعضنا. انه مثلا اخواتك الاخرين اكبر منك برشا معناها فارق السن ما يفهموكش تنجم تقول هكاك ومش مثلا هما كبار وانا يعني ما تعاشرنيش مع بعضنا ما عشناش مع بعضنا ما عشناش اخواتك الاخرين بالقدر نتاع سلام سلام اخواتي الاخرين بالقدر الحق انت زاد سلام سلام هاكا كي نمشي نزور مرة ناخذ في الخاطر يعني باش ما يتغاشوش وكذا. الحق يعطيهم الصحة يفرحوا بينا مش هكا اللي يبداو يغزلنا على جنب ولا حاجة. مرة اللي فات زاد مشيت لدار خويا في المرسى مش هكا اللي جيت فرح بينا هكا هكا بينا يقول لي أختي شنو تحب كول هذي حط لك هذي. أنت تبدا حاشمة. أما أنا نبدا حاشمة صحيح ساعات نقول إيما وخويا ساعات نقول لك إيه. لا في دار حاشمة سيرتو في الماكلة. ساعات أنا عندي شوية
اي حشمه الحق، مش مثلا كيما ناكل مع بحذا خويا هذا نفك له الخبز من يد مره اخرى هذا كيعرس. ما نحشمش لا جامي تسكن معاه كيكا لا ما نجمش نسكن معاها، ما نمشي نعمل كنترول دار خويا، نمشي نشوف الدنيا الديكور. جينت خويا والله كو جينت خويا قالت خويا قالت خويا جازوز خويا ماكلت خويا فمش تسمع راهي باش تحرم علي قدر كيكا ونجي من غير رونديفو حتى العشرة نتاع الليل دار خويا والله باش تحرم عليك يا وي عرس عرس وي انت معرسها؟ اي عرس على شرط ما تبينش معرس بنا صغيرة ما خلت عليك بلاصة كي عرست ولا منزلت كيكا اللي فيه يبكي ونارت اللي فيه يبكي بالدموع والله وحمد لله لقيته خي وقف معايا ويجري الحمد لله يا ربي لقيت خويا وراجلي الحمد لله يا ربي سيرتو خويا هذا معناها ما لقيت حد الحق خويا هذا يتسيح ويقو ويعاون فيه باللي يقدر ويجري ويمشي بالحق كي نتفكر هو قال دار خويا وانت دار اختك تمشي لها ولا في فرنسا انت في فرنسا ان شاء الله ربي سهل بعيده كون في فرنسا معني مقيمه بالخير عرفت مازلت في فرنسا مازلت ما طلعتش مازلت معني انت مازلت مع عائلتك لحد مازلت مازلت وما تفارقتو ايش مازال لا يوريكم الفريق فرقنا شهر ونص هكا مشيت للجزائر وجيت ايش عملت فيها كشهر الدار ما تخليهاش ما تحبش تدخل الدار ما يدخل عندك شكون تعارك معاك تكلمي تقول ليش نقول لها ما تجيش نهار تجي تمشي بيك ديما اختك بحكي بتبيع تبدا نهار تجي شرج قال لي راه في فرنسا عملت له هكا في فرنسا قلت يا باش تهزها وتمشي بالمناسبة نقدم له تحية سيبي رجل الطيارة على الآخر وبيه برشا تشوفوا الأخوات هكا يتعاركوا وهاو على الفلوس وهاو على الورث شنو رأيكم؟ يا محمد رسول الله الله يهديهم هكاهو الدنيا ما تاخذ ما يهزوا منها حتى شيء أعمل هزة فارغ ما يهزوا منها حتى شيء وفي الدنيا هذي في الدنيا هذي ما تلقى كين خوك تلقى أختك في جنبك لا تلقى فلوس كان بيه سامحني هكا خذي أنت عركت أنت خوك وصلتوا للمحاكم وصلتوا وين حطيت خوك في المحكمة هكا خذيتها الدار صارت لك حاجة اللطف لا قدر الله عملت أكسيدون شكون مش تلقى مش تلقى الفلوس وحدها مش تلقى شكون يجيك تلقى كين خوك تلقى كين أختك يعني في الدنيا هذي لا صاحب لا لا تقول هذي صاحبتي لا تقول خوك ولا أختك الخويت وفما ساعات تلقى خويت يقفوا مع بعضهم في كل شيء خويت بالفم والملي وساعات اخوك كيما خويا وساعات الخويت الكل كيما خوه والله امين يا رب يجعل الخويت كي وخي والله قلبه حنين اللي في يده ما هو مش في يده وساعات تلقى خويت صدقني يبدا لبس عليه لبس عليه وما يرحمش اخته هكا يشوف فيها ناقصه يشوف فيها ما عندهاش وما يرحمش اخته قلوبهم تاو مكثرية قلوبهم كسيحة هكا قليل وين تلقى قليل انا ساعات تاو نشوف قليل وين تلقى خويت متفاهمين خويت هكا يلقاو بعضهم فمش خوي نحي من جيو يبقى هو بلاش فلوس ويعطي اخته مثلا يقول لها شد قول انت تعشى انت قليل وين تلقاها الحق بحليكم ربي داوم عشرتكم نخليكم تاو كلمة الختام قدم تحية لسيبي في فرنسا ولأخوتي واللي يعرفوني الكل نحب نقول خويا ربي يخليك ليا ويعيشك على وقفتك معايا ونحبك برشا وعمري لا ننسيك ونحب نقول للناس الكل شدوا في خويتكم شدوا في بوكم امكم خويتكم في الدنيا هذه بوك امك خويتك صحتك بعد دوما ما تلقى حد ونقدم تحيه لراجلي نقول ربي يخليك ليا وعلى وقفتك معايا وخويتي الاولاد واختي زهره سيتو يعطيكم الصحة كلمة قول لهم خوك مهما غرك الزمان ولما ما توصي عليك بيدتها